ولمزيد من المتابعة حول اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 ينضم إلينا عبر الهاتف أو مباشرة الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العريش. كريم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك الآن ومدى نسبة المشاركة حتى الآن. صباح الخير، صباح الخير على كل مشاهدي القناة الأولى، تحياتي لكم جميعا. بالفعل هذا هو اليوم الثالث لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 تحديدا من العريش. نتحدث عن إقبال مميز، ربما أن دائما ما هناك طبيعة خاصة لمحافظة شمال سيناء، الشيوخ والقبائل والعواقل، لذلك كان هناك انطباع بشكل أو بآخر أن هذه الأماكن لا يوجد فيها إقبال للسيدات، ولكن على العكس هذا ما ظهر خلال الأيام الماضية، اليوم الأول والثاني وها هو اليوم الثالث أيضا، كبير وملحوظ في إقبال السيدات في حقيقة الأمر، ولكن هذا لا ينفي أيضا الإقبال الآخر لبعض الشباب وأيضا الرجال وشيوخ وعواقل القبائل الذين شاركوا في هذه الانتخابات منذ اليوم الأول، منذ 9 صباحا. بالفعل اليوم الثالث افتتحت الأبواب الخاصة باللجان الخاصة بالاقتراع، اللجان الفرعية، هناك غرفة عمليات خاصة بالمحافظة تأكدت من محاولة افتتاح جميع اللجان في الميعاد المحدد وهو 9 صباحا، وبالطبع تستمر حتى 9 مساء، ولكن ربما هذا اليوم الثالث، لذلك دائما من المفترض أن يكون يعني هناك مساحة إذا كان هناك عدد آخر من الناخبين أو زائد عن المعتاد، إذا تخطت 9 مساء سيكون هناك استقبال لهؤلاء الناخبين، لن تغلق اللجان في أبواب الناخبين، ستظل مفتوحة حتى آخر ناخب يدخل إلى اللجان. هنا نتحدث أيضا من قسم ثاني العريش وتحديدا المدرسة أو لجنة الثانوية العسكرية هنا في العريش، هناك الإقبال الذي رصدناه في اليوم الأول هو اليوم الثالث أيضا. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن نسبة مشاركة عالية خلال الأيام الماضية، سواء النسبة التي أدلت بأصواتها بالفعل في الانتخابات خلال الأيام أو حتى النسبة التي بحثت عن أسمائها خلال يعني الكشوفات المختلفة، ولكن أيضا ما ييسر على هؤلاء الناخبين يعني اختيار اللجان أو عفوا اختيار المرشحين داخل اللجان الخاصة بهم هي بالطبع بعض المتطوعين الذين يكونون متواجدين أمام اللجان لمساعدة يعني الناخبين في الدخول مباشرة إلى اللجنة مع معرفة الرقم الخاص بهم، تيسيرا على اللجنة داخل أو اللجنة الخاصة اللجنة القضائية داخل واللجنة المعاونة داخل اللجنة في حد ذاتها، وأيضا تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت بشكل عام على الجميع. نتحدث عن هذه النقطة تحديدا كريم، محافظة شمال سيناء تصل ل 300 ألف من الأهالي. بالحديث عن هذه النقطة تحديدا كريم، ماذا عن التسهيلات المقدمة من قبل هذه اللجنة لكبار السن وأيضا لذوي الهمم والقدرات الخاصة؟ كل التسهيلات موجودة ومتوفرة داخل اللجان كافة، يعني كنا في جولة مررنا بعدد من اللجان داخل العريش، داخل الشيخ زويد، عدد من اللجان أيضا في رفح، لذلك مررنا بنظرة عامة على عدد من اللجان. التيسيرات موجودة بشكل عام، سواء كانت بالمتطوعين الذين يساعدون الناخبين، سواء كان بالكراسي المتحركة لمساعدة ذوي الهمم، سواء حتى بالمتطوعين الذين يساعدون كبار السن في التحرك داخل اللجان أو خروجهم ودخولهم من اللجان، أيضا تيسيرا عليهم يتحركون معهم حتى داخل اللجنة. المستشارين الخاصين باللجان وفروا أيضا تذكيرات لدخول مرافقين لكبار السن إذا يريدون أن يتحركوا حتى أبواب اللجنة الفرعية ولكن ليس داخل اللجنة، لذلك كل التوفيرات والتيسيرات بشكل عام موجودة. نتحدث أيضا عن سيارات الإسعاف متوقفة أمام اللجان، يعني تحسبا لأي طارئ من الممكن أن يحدث ذلك، من السهل مجرد وجود الناخب بالبطاقة الرقم القومي، بمجرد وصوله للجنة يجد من يساعده، إما إذا كان كبير السن عن طريق من يساعده إلى الدخول للجنة أو حتى إذا كان يحتاج من ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة يتحركوا عبر يعني نقلات أو الكراسي المتحركة، أيضا بالإضافة لذلك وجود من المتطوعين من يوجهونهم إلى اللجنة الخاصة بهم. أشكرك شكرا جزيلا الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.